المشاورات بالعودة إلى العاصمة الكويت في يوم 15 من يوليو القادم، على أن يتم الالتزام التام والكامل بوقف إطلاق نار، وقف إطلاق النار دائم الذي تم توقيعه في العاشر من أبريل الماضي، حتى نستطيع تثبيت الأمن والاستقرار، وأيضا العمل على إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية ورفع كثير من القيود المفروضة على شعبنا اليمني. بالتأكيد كنا حريصين في الوفد الوطني على استمرار هذه المشاورات، لكن لما فيه مصلحة المشاورات ذاتها من أجل الوصول إلى استكمال هذا الخارطة الطريق التي تم مناقشتها في دولة الكويت في هذه المشاورات. وأود أن أوضح لجماهير شعبنا أن كل القضايا طرحت في هذه المشاورات، كل قضايا البحث طرحت، منها وفي مقدمتها الوصول إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار بالكامل ووقف العدوان ورفع الحصار على بلدنا. ودخلنا في مناقشات كل القضايا المتبقية، دخلنا في مناقشة السلطة التنفيذية بشقيها، مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة، اتفقنا على موضوع، ناقشنا موضوع اللجنة العسكرية وترتيباتها وآلية تشكيلها وآلية عملها، ناقشنا ما يتعلق بموضوع الحصار ورفع الحصار على شعبنا اليمني، وأيضا ما يتعلق بكثير من الإجراءات الاقتصادية المفروضة على شعبنا وكيف يتم عمل إجراءات اقتصادية لإصلاح الوضع الاقتصادي والعمل بكل ما من شأن عدم انهيار الاقتصاد اليمني. ناقشنا موضوع المعتقلين والأسرى والموضوعين تحت النقابة الجبرية باستفاضة، وهو أيضا من الملفات التي إن شاء الله في خلال هذه الفترة يتم العمل على هذا الملف. ناقشنا موضوع رفع اليمن من تحت البند السابع وإلغاء العقوبات على الأشخاص. ناقشنا موضوع الإرهاب وكيف نستطيع أن نواجهه. كل القضايا طرحت على محمل الوقت، نستطيع أن نقول من خلال 70 يوم الوفد الوطني أدى دورا متميزا، الوفد الوطني استطاع أن يوصل كل القضايا على محط البحث في هذه المشاورات. ونحن نتوقع الحقيقة أنه هناك من لا يريد لهذه المشاورات أن تنجح، نتوقع أن هناك من يريد إفشال هذه المشاورات، أكان من خلال تصعيدهم الإعلامي أو من خلال تصعيدهم الميداني لمحاولة إفشال هذه المفاوضات، لكن نحن حريصين على إنجاح هذه المشاورات، وإن شاء الله الفترة القادمة ستشهد تطور إيجابي ومتميز. هذا الأسبوعين ستجري مشاورات في العواصم ومع القيادات، وفي ذات الوقت أيضا إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيصل إلى كل هذه العواصم لنستطيع أن نجري مشاورات إيجابية بناء لاستكمال هذه الخارطة في لمساتها الأخيرة، وإن شاء الله أن نكون موفقين. ولا يسعني إلا أن أشكر أعضاء الوفد الوطني وأيضا الوفد الإعلامي المرافق له وكل المرافقين لهذا الوفد، كما أشكر الإعلاميين الذين رافقوا هذا الوفد، وأشكر الإعلاميين في كل مكان. الشكر موصول لشعبنا اليمني البطل ولجانه الشعبية وقواتها المسلحة البطلة على صمودهم الأسطوري، مؤكدين لكم أن صمودكم، استطعنا من خلال صمودكم أن نصمد نحن في هذه المشاورات ونحقق إنجازات كبيرة جدا، وأصبحت الخارطة واضحة للعالم ومظلومية الشعب اليمني اتضحت للعالم. هناك إجماع دولي على ضرورة حل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية. الوفد الوطني المشارك في مفاوضات الكويت وصل إلى مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عمانية قادمة من مسقط، وحظي باستقبال رسمي كبير، وحضره عدد من المسؤولين والقيادات السياسية والشخصيات الاجتماعية والإعلامية نظير مواقفهم الشجاعة. الوفد الوطني وهو يجري المشاورات على مدى 70 يوم كان يعي جيدا أن عليه مسؤولية كبيرة ومسؤولية عظيمة، ويعي جيدا معاناة الشعب اليمني، ويعي جيدا أيضا تضحيات أبناء الشعب اليمني الشهداء والجرحى، وبالتالي كان يسعى جاهدا إلى تقديم الحلول المنصفة والرؤى المنطقية والعادلة والموضوعية والمستندة إلى مرجعيات العملية السياسية استنادا كاملا، فيما كان الطرف الآخر وللأسف أتى ولديه رؤية محددة وتمترس حولها منذ بداية المشاورات، وكان يسعى جاهدا إلى إفشال المشاورات، وفي الحقيقة هو كان لا يملك، ليس له حول ولا قوة. 70 يوما مرت منذ بدء المشاورات التي أكد فيها الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا أن المشاورات طرحت جميع القضايا وعلى رأسها إيقاف العدوان وفك الحصار، كما أن المشاورات كانت قوية وصامدة كصمود هذا الشعب وستظل كذلك. ما أود تأكيده
ايضا انه نحن ونحن الوفد الوطني ونحن في الكويت كانت معاناة شعبنا اليمني تعيش معنا، وكنا نتمنى ان لا ناتي الى عيد الفطر المبارك في سبيل هذه القضية المحورية والأساسية، لولا أن الأمم المتحدة هي طلبت ما فيه مصلحة المشاورات لإجراء مشاورات جانبية لما كان أتينا العيد، لأننا نطمح أن يكون عيد عيدين، عيد الفطر وعيد انتصار شعبنا اليمني. ما نسينا ما نشكر أيضا زملائنا في لجنة التهدئة والتنسيق من المشاركين في الوفد الوطني أيضا اللي معنا والذين كان لهم دور ممتاز إلى جانبنا. الشكر موصول للكويت شعبا وحكومة وأمير، وشكر موصول ايضا لسلطنه عمان حكومه وسلطان على كل الجهود التي يبذلوها، والشكر لكل من ساهم معنا ووقف الى جانب الشعب اليمني المظلوم، ولكل الدول التي تعمل بكل ما من شانه العمل على ايقاف هذا العدوان القاشم والحصار الجائر على شعبنا اليمني. استراحه اضطراريه لاعضاء الوفد المشارك في الحوارات الجاريه في الكويت على اساس استمرار الحوارات الجانبيه المنعقده في كل من جده، الرياض، صنعاء، ومسقط، ومتابعتها عن كثب على أن تعقد الجولة القادمة من المشاورات في 15 من يوليو. سمير الحجري، اليمن اليوم. أحيا ملتقى رقي والتقدم، ذكرى استشهاد عزيز اليمن الأستاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى، مطالبة الأجهزة القضائية القصاص من قتلته.